أول شيء نقول الحمد لله على السلامة وقرة الأعين لنا ولكم جميعا ولكل الأحرار والشرفاء في هذا الوطن. طبعا احنا أكبر سعادة عندنا لما يتم الإفراج عن أحد المعتقلين، طبعا هو ليس إفراج إنما هو إكمال للمحكومية، يعني ليس هناك منا على أحد بأنه إفراج، هو إكمال للمحكومية والحمد لله على السلامة لمعانقته الحرية من جديد. نحن كعوائل شهداء وعوائل معتقلين من ضمن أو أكبر المهام لنا هو أن نأتي لزيارتكم ونطمئن على ابنكم ونقول لكم جميعا الحمد لله على سلامته. هكذا نحن كأباء شهداء كعوائل شهداء من السعداء جدا بهذا الإفراج. أنقل لكم تحيات جميع عوائل الشهداء، آباء شهداء، أمهات شهداء وعوائل الشهداء، وكذلك جميع التحيات أمهات المعتقلين وزوجات المعتقلين وأبناء وبنات المعتقلين وآباء المعتقلين. هذه أمانة أوصلها لكم وأوصل لكم هذا السلام، والسلام عليكم.